تالف ايضا هذا المشروع انه طلع معاه يحميه قانون اسكان اجتماعي، لان كام وحدات طلعت واتبنت قبل كده ولم تصل الى مستقبلها، لاما كانت في سوء عداله في التوزيع، لاما بتؤخذ ثم تباع وتؤجر، وبالتالي بتفقد المفهوم او الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. فحمى هذا المشروع قانون للاسكان الاجتماعي، ولن نسمح ولن تسمحوا ولن يسمح المجتمع ولن يرحم من يتاجر في هذه الشقق، لان دي اتبنت فعلا من قوت الناس ومن تعب الدوله، من مال الدوله، في جزء كبير مدعوم من الدوله. وبالتالي النهارده اللي قدامنا النهارده ان احنا هنطبق القانون وهنطبقه كما يعني بكل بنوده، ويتبقى الشيء بقى انتم كيف سنحافظ، كيف سنصل. احنا بنستلم حاجه، وده الفكر بقى اللي احنا عايزين نقوله. ماذا نختلف؟ ان احنا نختلف ان كل واحد يحس ان دي شقته، ان الشارع شارعه، ان هذه المدينه مفروض انها تبقى ارقى وانظف مدينه بيكم انتم.